السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. احتجاجات لأنصار حزب الله وحركة أمل أمام القصر العدلي للمطالبة بإقالة القاضي الذي يقود تحقيقات انفجار المفرق. وقد شهدت لبنان اليوم تبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة والعدلية، ومن جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء القتلة لأي سبب كان. وتابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة والعدلية وتوقيف المتسببين بالاعتداء الذي أدى إلى وقوع إصابات. كما تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها وفق بيان صحفي لمجلس الوزراء. وتابع مع وزير الداخلية بسام موري والدفاع موري السليم الوضع وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع. ومن جهة أخرى يلتقي ميقات اليوم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان. حفظ الله لبنان وأهلها من كل سوء.